مزيد من المتابعة لهذه الزيارة التي قام بها السيد الرئيس إلى محافظة مطروح. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، يعني بعد التحية، أهمية هذه المحافظة، محافظة مطروح، والزيارة التي قام بها السيد الرئيس اليوم. اولا مستشير عليك وعلى كل مشاهدينكم. لا، مش اهميه الزياره ديت، هي اهميه الزيارات المتكرره اللي السيد الرئيس يمكن بيعملها في كل جزء من ربوع مصر. ولما يكون في رئيس جمهوريه او رئيس دوله قمه الهرم السياسي يتواجد ميدانيا في هذه المناطق اللي بتحتاج الى الاستثمار، اللي فيها بنيه تحتيه، اللي مصر بتنفق على البنيه التحتيه فيها، اللي ليها اهميه استراتيجيه، اللي ليها اهميه اقتصاديه مجتمعيه. كمان شفنا الاستقبال الرائع لجموع شعب ومناطق مطروح. فالاهميه الاستراتيجيه في ان رئيس دوله يكون موجود في هذه المناطق بنفسه قمه قرار سياسي، يدي دعم من نقطه البوليتيكال ويل، او دي النقطه المهمه للاراده السياسيه، ان الدوله ورئيسها مهتم بعمليه التنميه، وان عمليه التنميه المستدامة والتنمية الاقتصادية هي مركز اهتمام القيادة السياسية في مصر، عشان اقدر ان انا ادفع الاستثمار واخلق نمو اقتصادي واخلق فرص عمل لاولادنا وشبابنا. وبالتالي الزيارة النهارده ليها اهمية، انا شايف انها اهمية سياسية واقتصادية كبرى لدفع عملية التنمية. ودي حقيقة من الاشياء الجميلة اللي بيتميز بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجوده وتواجده المستمر في اماكن التنميه، علشان يقدر يدي دفعه، لان وجود رئيس دوله في هذه الاماكن، وانا بقول تاني، البوليتيكال ويل او الاراده السياسيه، بتعطي دفعه قويه للوزارات وللوزراء وللاجهزه الحكوميه وحتى الاجهزه الشعبيه والمواطنين، انه يشعروا بان الدوله موجوده بنفسها معاهم في ممثله في رئيس جمهوريه هذه الدوله. الرسالة وراء الاهتمام أيضا دكتور عمرو بالأماكن الحدودية النائية والأطراف الحدودية، لأنه طالما للأسف الشديد همشت هذه الأماكن على مدار عقود ماضية، سواء في سيناء أو تحديدا نتحدث اليوم عن مطروح والسلوم، الرسالة وراء الاهتمام بالمناطق الحدودية ودفع عجلة الاستثمار والتنمية فيها. الحقيقة ده سؤال جيد جدا. يمكن شفنا الاهتمام متكرر من القيادات السياسيه بهذه المناطق. سينا على سبيل المثال، زي ما حضرتك قلت، سينا انفق فيها بالمناسبه 600 مليار جنيه، مش بنتكلم في مليون ولا 1000، بنتكلم في مليار، 600 700 مليار جنيه. ننظر الى منطقه او محافظه مطروح في اطار خطه شامله لتنميه الساحل الشمالي الغربي بشكل كبير للدوله المصريه، خطه تستهدف هذه التنميه لتحقيق معدل اقتصادي يصل الى حوالي 12%، بالاضافه الى توفير يعني الاف فرص العمل وتوطين حوالي 5 ملايين نسمه في هذه المنطقه. كيف تقرا تفاصيل وابعاد الخطه الخاصه بتنميه الساحل الشمالي الغربي؟ انا كنت بقول فعلا ان الاهتمام الكبير بعمليه التنميه الافقيه والخروج من الوادي الضيق. احنا من زمان، من واحنا في المدرسه واحنا عيال صغيرين، عمالين نتكلم على ان احنا عايشين على 4% من مساحه مصر. الكلام ده بنقراه في الكتب ويعني عشنا عليه، لكن لم يكن هناك اي تنفيذ لخطه طموحه، خطه كبيره للخروج من الوادي الضيق، بالذات ان احنا بنزداد. يمكن كل سنه كنا بنزداد مليون، بقينا بنزداد كل سنه 2 مليون، عدد سكان بينمو بشكل رهيب. وبالتالي انا كنت بقول ان حتى سينا يمكن انفقنا عليها حوالي 600 او 700 مليار، مش 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 1000 ولا مليون، 700 مليار جنيه. على فكره احنا بالمناسبه، ولازم الكلام ده الناس تعرفه، احنا انفقنا حوالي 5 تريليون جنيه على البنيه التحتيه خلال السنوات الماضيه، يعني تقريبا 30 او 31 ضعف اللي انفقته قاره زي قاره افريقيا على البنيه التحتيه. افريقيا كان انفقت 8%، قاره افريقيا انفقت 8% من الانفاق المصري على البنيه التحتيه. احنا وجهنا اكثر من يعني 20 مليار دولار على البنيه التحتيه، وكل ده علشان اقدر ان انا اوفر فرص عمل واخلق مجتمعات عمرانيه جديده
لشبابنا ودولتنا لو تسمح لي اتوقف تحديدا عند هذه كبير. النقطه دكتور عمرو صالح، يعني 8% من الميزانيه نتحدث عن حوالي 20 مليار دولار تم انفاقه على البنيه التحتيه، شبكه الطرق والمواصلات والنقل والكهرباء، قيمه ذلك واهميه ذلك او مردود ذلك على المشروعات التنمويه، لانه في كثير من الاحيان لا يعرف الكثيرون اهميه الانفاق على البنيه التحتيه وتيسير بهذا الانفاق تيسير عمليه التنميه بشكل كبير وتسريع وتيرته. شوف ده سؤال مهم جدا، وخلينا نتكلم بمنتهى الموضوعيه، وانا قلت هذا الكلام مرارا ومش هنتكسف. تعال نبص لكل الدول اللي حوالينا اللي حققت طفره خلال، مش هقول خلال 50 سنه، لا خلال 20 30 سنه. تعال شوف دبي على سبيل المثال، تعال شوف دوله الامارات، تعال شوف السعوديه النهارده بتنفق ازاي، تعال شوف تركيا. كل الدول اللي حققت او حبت تحقق، مش عايز اقول سنغافوره ولا ماليزيا، لكن كل الدول اللي حبت تعمل طفره اقتصاديه انفقت على البنيه التحتيه، لان ببساطه زي ما حضرتك بتقول او بتسال، علاقه البنيه التحتيه بعمليه التنميه، ما فيش مستثمر وما فيش استثمار وما فيش حياه وما فيش مدن جديده وما فيش مصانع وما فيش فرص عمل وما فيش انتاج الا لما يكون في بنيه تحتيه موجوده، بنيه تحتيه من خلال الكهرباء، من خلال الميه، من خلال الطاقه، من خلال المدارس، بنيه تحتيه تعليميه، بنيه تحتيه صحيه، كل ده محتاج فلوس، كل ده مش بيجي من فراغ. واحنا دوله بنكافح في ظل ازمه كوفيد، كان عندنا ازمه كوفيد ومع ذلك كنا من 18 دوله على مستوى العالم اللي حققت نسبه نمو ايجابي، جت الازمه الروسيه الاوكرانيه وما زلنا شغالين على جناحين صعب ان انت تشتغل عليهم بالمناسبه، انك انت تحاول ان انت تقلل العجز في الموازنه والانفاق العام، وان انت في نفس الوقت ان انت تنفق بس تنفق صح على البنيه التحتيه، لان تاني مفيش استثمار، مفيش حياه، مفيش انتاج هيجي الا لما يكون عندك بنيه تحتيه، بالذات لو هتوافقني في الراي، من خلال المنافسه الشرسه اللي موجوده النهارده في دول حوالينا. انا مش عايز اتكلم على دول بعينها، لكن في دول حوالينا موجوده بتحاول انها تكون قبله او تستقطب استثمار خارجي مباشر. احنا كنا ثاني دوله على مستوى افريقيا، ممكن بنقول افريقيا يعني لان احنا في قلب افريقيا، لكن افريقيا فيها دول حققت طفرات كبيره. احنا كنا ثاني دوله على مستوى افريقيا في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر. مفيش استثمار اجنبي، مفيش مصانع، بلاش الاستثمار الاجنبي المباشر، بلاش الاجانب، مفيش انتاج هيتعمل او طاقه هتتعمل او مصانع هتتعمل او انتاج هيتعمل الا لو عندك بنيه تحتيه، المواصلات، الاتصالات، الطرق، البنيه الاجتماعيه سواء على الصحه والتعليم، كل دي بنيه مكمله او بنى مكمله للبنيه التحتيه التكنولوجيه او البنيه التحتيه الاقتصاديه. في دوله هتقدر تنمو، وبالذات لو هتوافقني في الراي ان احنا بننمو بشكل سريع وبشكل كبير، وعندنا كمان يعني ظاهره ان احنا عندنا يعني شباب، احنا دوله شابه، كل هؤلاء الشباب محتاجين لفرص عمل، محتاجين لحياه جديده، محتاجين لمدن جديده، محتاجين لمساكن. بعد 5 سنين لازم نبص لقدام، بعد 5 سنين ولا بعد 10 سنين الشباب دول هيروحوا فين؟ صحيح. كده النهارده الانفاق على البنيه التحتيه وبالذات في المجتمعات العمرانيه الجديده يعني اصبحت ليست رفاهيه بل اصبحت اختيار، ومش كاس اختيار كمان، اصبحت شيء ضروري ان الدوله تشتغل فيه بكل طاقتها، علشان هي ده وده الامل في مجتمع او في مصر جديده لاولادنا واولاد اولادنا ان شاء الله. دكتور عمرو، اذا اردنا ان نقترب اكثر من هذه المنطقه الشماليه الغربيه، مطروح والسلوم، برايك وبعين استاذ الاقتصاد السياسي، المزايا النسبيه والتنافسيه التي تتميز بها هذه المنطقه، خصوصا انه هناك مقومات لسياحه ثقافيه وعلاجيه وتاريخيه ايضا تزخر بها مطروح. شوف الحقيقه يعني خلينا نتكلم برضه بكلمه الموضوعيه، كل شبر مصر ميزه تنافسيه لوحده. صحيح. شرم الشيخ، سينا، حايب وشلاتين، البحر الاحمر، الاقصر واسوان، الواحات، اسكندريه، كل مدينه وكل منطقه، الصحراء الغربيه يا سيدي واللي فيها الرمال البيضاء، كل منطقه في مصر بلد لوحدها، مدينه لوحدها، سياحه لوحدها. احنا عندنا تنوع سياحي الحقيقه انا زي ما بقول رهيب، يعني من سينا لشرم الشيخ للبحر الاحمر اسكندريه للاقصر واسوان، سياحه تاريخيه للواحات، الرمال البيضاء، الصحراء البيضاء، يعني شيء بديع على مستوى صحيح. العالم. احنا عندنا تنوع غزير في المناطق السياحيه والمناطق الثقافيه. النهارده بتضاف ليها، وانا بقول بتضاف لان احنا ما كناش
مدين اهميه لهذه المنطقه، منطقه عزيزه جميله، منطقه مطروح. كلنا فاكرين افلام زمان، افلام ليلى مراد وشاطئ الحكمه. هذه المنطقه منطقه جذب سياحي عظيم ورائع، والحقيقه من الصحراء كانت وفيها الغام، ويمكن برضو يعني البعض يعرف ان الصحراء العالمين هي اكبر، للاسف اكبر منطقه فيها حقل الغام على مستوى العالم كله نتيجه الحرب العالميه الثانيه. لكن هذه المنطقه تحولت من منطقه صحراء جرداء بها حقول الغام الى حقول خير، فيها سياحه وفيها عمران وفيها مناطق سياحيه جديده. الميزه الحلوه انها هتقدر تشفط جزء كبير من التكدس السكاني اللي في المدن التقليديه والمدن الكبرى زي القاهره على سبيل المثال، او زي بالتحديد امل ان تكون مدينه العلمين هي الاسكندريه. وانا اتوقع ان تكون العلمين هي الاسكندريه الثانيه والتي بناها الاسكندر. احنا بنبني النهارده اسكندريه ليست اسكندريه الاسكندر، لكن اسكندريه مصر جديده هتقدر انها تشفط المد السكاني اللي موجوده في المدن التقليديه وتخلق حياه جديده بما لها من مقومات زي ما حضرتك قلت السياحيه. صحيح. مش بس سياحيه، المنطقه بيتعمل فيها خط قطار، بيتعمل فيها بنيه تحتيه. صحيح. بيتعمل فيها محطات تحليه، بيتعمل فيها مصانع، منطقه صناعيه، بيتعمل فيها منطقه زراعيه. هتبقى مصر جديده للمستقبل واجيالنا. واهم حاجه زي ما حضرتك قلت، ودي نقطه مهمه الحقيقه، التنوع. صحيح. في الامكانيات هذه المنطقه سواء سياحي او زراعي او حتى صناعي وثقافي. الى جانب هذا التنوع دكتور عمرو، هناك ايضا اهتمام شديد تليه الدوله المصريه بتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين في مطروح، سواء في قطاع التعليم نرى يعني مدارس ذكيه جديده يتم افتتاحها، ايضا في قطاع الصحه بمشاركه المجتمع المدني والجمعيات الاهليه في هذه المحافظه. برايك كيف ترى تحسين الخدمات المقدمه للمواطن، وهو هدف يعني تنشده دائما الدولة والحكومة في كل منطقة من مناطق مصر؟ والله حتى الخدمات يعني والسمارت سكولز، المدارس الذكية موجودة حتى في أسوان وفي في سيناء، يمكن حتى يعني حلايب وسلاتين نالت نصيب كبير من الجولات الصحية أو الرعاية الصحية اللي تمت في الفترة الماضية، الحملات الصحية اللي تمت في الفترة الماضية. الحقيقة التعمير والاهتمام بالانسان موجود في كل شبر من مصر، وليس فقط في مرسى مطروح. لكن النهارده، وعشان ارجع للسؤال المهم، النهارده عمليه التنميه عمليه متكامله، وانا بحيي النظره الشموليه والشامله المتكامله لعمليه التنميه النهارده. مش بنيه فقط اقتصاديه، بنتكلم او ساعات بيتكلموا على المشروعات زي ما حضرتك قلت، يعني بوعي او بعدم وعي او بسوء نيه في بعض الاحيان. الحديث عن المشروعات القوميه وانفاقته مصر من مليارات على البنيه التحتيه، احنا انفقنا زي ما انا قلت 5 تريليون جنيه، وده رقم ضخم صحيح، لكن العائد ليس له مثيل، العائد بتاع بكره، العائد بتاع ولادنا. فالنهارده عشان ارجع لسؤالك على المدارس، النظره المحترمه، النظره المحترفه الجيده اللي بتتم، ان النهارده ما فيش عمليه تنميه وبنى واسكان ومرافق واسمنت الا لما يكون وراها بنيه اجتماعيه وبنيه صحيه تقدر انها تساعد وتديم باستمرار وتعمل تنميه مستدامه واستدامه في عمليه التنميه، لان نمو المباني والطرق والكباري مهم جدا، لكن التعليم والصحه وصحه الانسان وبناء انسان مهم واهم. عشان كده انا تاني بحيي النظره المتكامله عمليه التنميه. صحيح. في تنميه سياحيه وتنميه عمرانيه وتنميه اقتصاديه، لكن ايضا الاهتمام بالصحه والتعليم من خلال زي ما قلت المدارس الذكيه، احدى المشروعات الكبرى المهمه لتطوير التعليم في مصر. وهذا يؤكد فكرة أن الإنسان هو المحور الأساسي للتنمية، يعني بناء الإنسان وتقديم وتحسين الخدمات المقدمة له، سواء على الصعيد الصحي أو التعليمي أو الاجتماعي والثقافي أيضا، مهم جدا إلى جانب العمل الخاص بالمشروعات التنموية والبنية التحتية. إذا تحدثنا دكتور عمرو عن دور المجتمع المدني، دور القطاع الخاص والشراكة مع الحكومة، لأنه نحن نتحدث عن مشروعات تنموية هائلة سوف تحقق طفرة كبيرة على صعيد بناء الإنسان بشكل مباشر وعلى صعيد المشروعات التنموية على الأرض،
كيف تقيم دور القطاع الخاص والشراكة مع الحكومة إلى جانب الدور الذي يمكن أن تسهم به جمعيات المجتمع المدني والأهلي؟ كده هتكلم على القطاع الأهلي والمجتمع المدني بالأخص. القطاع الخاص الحقيقة الدولة مش معصرة معاه، البنية التحتية العملاقة مفروض أنها تؤدي إلى إصدار مزيد من القطاع الخاص، لكن الحقيقة الأهم ويمكن دي النقطة المهمة القطاع المدني، القطاع الأهلي. احنا طول عمرنا مصر فيها جمعيات أهلية، وطول عمرها فيها خير، وطول عمرها فيها مشاركة، وطول عمرها شعبها متماسك ومتلاحم، مسيحيين ومسلمين وأطفال وكبار وفئات مختلفة. الحارة المصرية حارة متماسكة، حارة متكاملة، حارة متشابكة، الخدمات فيها بنقدم خدمات لبعضنا البعض. وده كان من نتائجه ان ودي ارقام مش ارقامي انا، يعني ارقام ان يمكن في فتره من الفترات ان 40-45% من الرعايه الصحيه في فتره من الفترات كان المجتمع الاهلي والمدني بتقدمها، سواء مستشفيات اهليه او مستشفيات من القطاع المدني. مستشفيات يعني مش عايز اتكلم عن المستشفيات بعينها، لكن عندنا مستشفيات الافراد بيدفعوا تبرعات فيها بشكل يومي وبشكل مستمر تصل الى مليارات. المجتمع المدني الحقيقه، ودي نقطه مهمه، لان عمليه التنميه قايمه او مثلث التنميه قايم على ثلاث اركان: الدوله والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الاهلي. لو انت النهارده جنبت المجتمع المدني جنبت الدوله وجنبت بلدك طاقه كبيره جدا جدا، طاقه جباره ممكن تكون سند وتكون دايما سند لعمليه التنميه. فالحقيقه المجتمع المدني يعني ارجو ان يكون في اهتمام اكبر، المجتمع المدني يشارك بشكل اكبر في عمليه التنميه، لان طول عمر المصريين متماسكين وطول عمر العمل الاهلي عمل يعني موجود في 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 مصر، وزي ما بقول ده جناح مكمل وجناح اخر وجناح مهم لعمليه التنميه، لان الدوله والحكومه ما تقدرش تقوم بكل شيء. واذا تواجدت في في مكان ما تستطيعش انها تتواجد في 10. عشان كده المجتمع المدني دوره مهم جدا، ودوره كان دايما مهم في عمليه التنميه تاريخيا في مصر. صحيح البنيه التحتيه النهارده مهمه، انا اعتقد ان البنيه التحتيه وجوده الحياه والكواليتي اوف لايف، ان انا اخلق حياه جديده وحياه حديثه وحياه محترمه وحياه افضل وحياه كريمه للافراد، هيشجع المجتمع المدني على انه يدخل بشكل اكبر في عمليه التنميه مع القطاع الخاص طبعا. وهناك وعي متزايد بدور هذا المجتمع الأهلي والمدني وبتنشيط وتفعيل الجمعيات الأهلية بشكل كبير ما بين الأفراد والمواطنين لخدمة المواطنين أيضا، فكرة خدمة المجتمع المحلي داخل مطروح وفي أماكن أخرى مختلفة. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق.